الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. نان ومعرفة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تلقى بينهن حلقة اثنين حلقة ثلاثة قرن رقم ثلاثة قرن لاري سلف جابيس نهون دي بسم الله الرحمن الرحيم ترينو لين على علم دي جاردي تلقى بينهن نان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تلقى بينه وقن أرن النبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أي معرفة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدي ودين الحق وتصديقه فيما أخبر وامتثال أوامره وامتثال أمره فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتحكيم شريعته والرضا بحكمه. قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. ويقول الله سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيق فيهلك. طيب نان دليل الرسول صلى الله عليه وسلم نذر أن خبرانكن مري معرفة النبي صلى الله عليه وسلم معرفة كاملة برضو تستلزم ما جاء به. يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم أن آمن خون بأرخون الرسول جار لدن تاقون جار إن شاء أخلو جار أو أجار أصطفى يخلو نا داما نقول أدخلو ما النبي سيخلو ما الرسول سيخلو ما أويسي جار رب العالمين ملائكة طريقة جبريل طريقة قرآن سنع سخديبو إن النبي ني متبعقن إن النبي ني خني اتباعني أخبر جار رب دكون أي شيء نحسق بو يعني ين آمن نقبو أمن نول شغنون بو ميس نول شخني يعني قبلناه لشان هون أي شيء النبي صلى الله عليه وسلم قبوله ما جاء به من الهدي إن الرسول صلى الله عليه وسلم ننتقه بهداية خير إن قبلناه لشان وريق حقن الرسول صلى الله عليه وسلم حقد انتقنا نيدم بكوده صدقناه لشان هون إمناه لشان هون أي خبر الرسول صلى الله عليه وسلم نحسه قبو ننتقبه نين واجبين كذا أوامر بكوده الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء أمر قلنا الرسول صلى الله عليه وسلم أشياء أمر قلنا إنه يقولنا منا يعني مثلا أمر قلنا بالصلاة أوامر صلاة ومبوك صلاة سنة شهان هون أوامر شهد الله إلى أن محمد رسول الله أمنا بشان هون زكاة سنة شهان هون أوامر مبوك ديبو نواهي مبوك ديبو حرام سدوية منه مقلد دوية منه سوان سنبا منه حرام إسنا سنبا منه يقولنا نينغن أمر دين هيدي أمر سنة دين استطاعنا استطاع شهان خبو يعني إسال لي استاق مأسين وجربنا عقون نهاية دوية منه إساقال له يخ سان عدقن ندوينا من سانون أمر الدين هيدقن لينا سان عدقنين دليل نعسه قلنا رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم جار نسعه عكد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم انتو بنا قرآنين وحي جاره انتو مانا آمنا بشانهون استسلام كامل سينا بشانهون مؤمنين كاملين أخنو نيدن بكد الله سبحانه وتعالى يوك إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. نقول الدليل إن المؤمنين يعني جارليد خاسد دعوة انترن لهم الرسول صلى الله عليه وسلم نيسيق جار نيسيق استرن وأنا أجار فصل دوغن حكم روغن بوم ديون دون لونغن نيدن بي يدنو شخني سمعا وطاعن يدنو شخنو ناس يعنين جارد انتو أقدم بي ين سنعة جارد انتو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم دوغي سنعة خالف نور لهور اعترض نور لهور نجاب دو ينو نيسن كيدا حنبك ينو ين رأي قدمنا رأي جارق لي نين جارد دلانا كلابين قضاء دين أريغني خطر مقديبو مين نسن عسى جاري يقول لي أنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي أنا سمعنا وعطانا ينو دوينا شان هون أنا كان لي نيدا بكل دليل سيور ناسو فإن تنازعتم في شيء
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أي نزاع أي مشكلة وانا خلاف وانا صنعت وانا أمر يعني مهم وانا أول شيء مقياس نسان عتنين فرنا جنجال حرام حرام نسان عتنس نيل فكرنا الله سبحانه وتعالى كرب ردمينا الله سبحانه وتعالى جوك صح باركنا الله سبحانه وتعالى ينت نفع الدنين آخرين نيل أخراسك وجهكنا إما إنسان عت ينت نفع صين الدنين الآخرة إيمان الكودو أخذ إيمان إن كنتم تؤمنون ودمرن كمان إن شاء الله كلهم كوك الناس عدنين آخر تدر أمنا وكان وجار تدر أمنا وأكن آخر تدر أمنا وأكن نقولين أحسن طريق أحسن تأويل أحسن تفسير أحسن اتباع يا رخدي النبي صلى الله عليه وسلم رخدي يبني دم الكودو إن النبي صلى الله عليه وسلم نيد آمنا قاو نيد اتباع قاو نيأسر فرقاو خطر الوانت كودو آية تريد مش الدليل إن الدليل ورا يكون فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم إن ترحبوا نقول النبي صلى الله عليه وسلم مرحبوا نقول النبي صلى الله عليه وسلم وجهبوا نقول النبي صلى الله عليه وسلم بيانهبوا فشرحبوا فسلهبوا نيد أتبعه نيد خالفه فتنة لوانيت عذاب لوانيت قلط لوانيت سحتة لوانيت نين بيانا كل الله سبحانه وتعالى نقاب نيني خبر وروج دبدو كننا آمن نبو التبعنولو ني خبر دي ني تصديق دي ني أمر دي ني نهي دي تلوج دبو نين معرفة النبي صلى الله عليه وسلم قن النبي صلى الله عليه وسلم أوني قن ني وكل لي نروكد وتدويخن ورون ونقارسوخن ونكرخن نين ينروكد انتنو ديكن إن شاء الله نان قول الله ما عرف الدين الإسلام تلفرنوغن ما عرف الدين الإسلام ورا نجن إسلام نين كدو نا تفصيل انتنو ديكن كدو إسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة سيخو مراتب شاخ مراتب الإسلام سيخو جن. إسلام دي إيمان دي إحسان دي إسلام إن الله نقاط سحنو وري يعني أقشون سينا لون كان عندنا الإسلام سين أقشون سينا لون أم قاقشين شقتي معناها جن شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيل أم قاركان شاخ إسلام إيمان والتأركان شاخ إحسان لا ركن جن نين جن نيو كن دينينا ومراتب نيو سيخو مرتبة لقى سمنهن لهم هم بس عاد لقنا ناس يقصون عاد نيل فلان نيدن بي شرائع دي معاملات دي تفسير دي أشياء دي وانا ني وكذب نتنون لنقن لكن إسلامينا سيقوى كان لقسم صف معناها سيقوى كان نوراني دوراني دي إسلام أمكار كونغن لا لا رسد وينا دي بامكن إيمان والتر كونغن لا لا رسد وينا دي بامكن إحسان لا ركونغن. الله سبحانه وتعالى يقول إسلام بالمعنى العام إن شرحه مؤلف قن يقول إسلام بالمعنى العام هو التعبد لله بما شرع منذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة كما ذكر عز وجل ذلك في آيات كثيرة تدل على أن الشرائع السابقة كلها إسلام لله عز وجل. قال الله تعالى عن إبراهيم يعني إسلام الله سبحانه وتعالى ندن يسخلق ونسك نبني آدم سخلق ونسك إن شقول لهم ألقوا أنبياء ناوك إسلام تفرون القنق وريق إسلام لا أقول إن الدين عند الله إسلام إن شرائع اختلفوا إن شرائع ناوك إن جابر قو موسى رو عيسى رو داود رو زبور رو إبراهيم رو نين ناوك شرائع تشتوك شرائع القنق لكن شريعة شريعة تدخل نيوك إسلام لم دوك معناها قل إسلام لي فرقه إسلام شريعة فرقه الدين مني الدين مرانا قل معناها الدين نيوك إسلام قل إن شرائع قل إن اختلفوا ندير دك والله سبحانه وتعالى يوك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك نين سيدنا إبراهيم يعني إن إسلام نيو إن أنبياء إن ترجعوا ناوك على شرائع شنيع أخوانا كلها إسلام لله عز وجل ناوك استسلام جارد سونو رجعنا وقنيان نين بالمعنى العام بالمعنى الخاص
يعني معنى خاصة ترن دي معنى نيوك دو حقن بهر نادك دي حقن دي معنى عام شامل جن معنى خاصة ربنا الإسلام بالمعنى الإسلام بالمعنى الخاصي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يختص بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم لأن ما بعث به النبي صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان السابقة فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلمين فأتباع الرسول أتباع الرسل مسلمون في زمن رسلهم.